أكد ممثل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم أن الثقافة والفن رافدان أساسيان لمقومات الدول وجزءان أصيلان من العمل الدبلوماسي. نعم، جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الفن والدبلوماسية لغة الكويت المشتركة في المركز الأمريكاني دار الآثار الإسلامية، احتفاء بدور سفراء دولة الكويت بنشرهم روح التفاهم بين البشر حول العالم، واحتفالا بمرور 40 عاما على إشهار دار الآثار الإسلامية. الدبلوماسية فن خاص بالتعامل مع مختلف السفراء والسياسيين الذين يتحلون بدورهم بأسلوب خاص في نشر روح التقبل والتفاهم بين الأشخاص. هذا ما جاء في احتفالية مرور 40 عاما على إشهار دار الآثار الإسلامية. نحتفل اليوم بالذكرى 40 لافتتاح هذه المنارة الثقافية دار الآثار الإسلامية، ولا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة أن أستذكر بوافر الاعتزاز وصادق المشاعر الإسهامات الجلية من قلب رعاة هذا الدار، الشيخ حصة وفقيدنا الغالي الشيخ ناصر صباح الأحمد صباح طيب الله ثراه، فتجسدت أصفى معاني الحب والوفاء للوطن بعملكما الوطني الزاخر بقيم الأخلاص والعطاء. فبفضلكم تعرفت كبرى العواصم على ثقافتنا الإسلامية برحلات دار الآثار لعقود من الزمن، أطلقتم من خلالها معارض متجولة في شرق العالم وغربه. الدبلوماسية والفن صفتان تمتزجان في شخصية الإنسان الدبلوماسي من الثقافة وفن التعامل والأسلوب الذي يمثل بلده في المحافل الدولية. الفن الأثر الكبير في تقارب الشعوب وتعارفها، وكما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولم تقف هذه الدبلوماسية بتحرير الكويت، بل اكتملت مسيرتها وأكملت مسيرتها لتكون سفير الكويت والعالم الإسلامي في الرخاء والشدة، وكان آخر محطات هذه الدبلوماسية مشاركة دار الآثار الإسلامية من هذا العام في بيانالي الفنون الإسلامية بجدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت عنوان البيت الأول، إذ كان لدار الآثار الإسلامية موضعاً مميزاً في الاحتفال الدولي تخليداً لذكرى الشيخ ناصر الصباح واحتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس هذا الصرح الثقافي الفريد من نوعه. دار الآثار الإسلامية راية للتعايش والمعرفة حول العالم لما تقوم به من تخليد للإرث الحضاري الإسلامي، كونها مرجع تستقي منه الأجيال ذكريات الماضي والإرث التاريخي. عايش أحمد، تلفزيون دولة الكويت.